مرحبا، كيف كان اليوم؟ نحن بدرس سباحة وهراح نسجلكم فيديو كيفنا نسبح، بس يعني شوي بالمسبح الصغير شوي بالمسبح الأكبر شوي، وراح نغطي وجهنا، واللي بيضلوا تحت أكثر هو يعني راح يفوز. إيش اسمها؟ نظارات سباحة. طيب أحمد شو رأيك؟ ميح، بس هلا اول اشي حنبلش بالصغير. طيب الصغير. انا هلا رح انط، بس بحط اذني. احمد انا هلا رح اسبح سباحة عادية بس بالضبط. شو هالحكي؟ لأنه ما تحجز المقطع. ها رح أعمل واحد اثنين، وأنا يعني عم تنزل نزول. أنت ما عم تنط؟ لا عم بنط. هلا وينه تيمو؟ وينه؟ تعال تيمو. تيموش طلع 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 جاشو. هلا شو بدكم تسووا؟ بدكم تروحوا على المسبح الكبير؟ ايه. طيب يلا بينا، هلا تحدي المسبح الكبير، مين بده يطول اكثر تحت؟ صح؟ مين بده يطول تحت يعني يغطي وشه؟ مين بده يطول؟ اللي بيطول بياخذ نظارة سباحة. لا بابا اللي ما بيطول. يا رب. تعال شوف يا احمد. واحد، اول شيء خمسة، اربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. بلش؟ ايه بلش لك. بدك تعد للخمسة. نحن وتحت. يلا. واحد، اثنين، ثلاثة. برافو هنا. طيب بس صار عمرك شد بتصير تقدير؟ سبعة. سبعة؟ شوفوا. طيب يلا بابا، يلا قولوا لهم. اشو اشو اخر فيديو؟ اشو اخر فيديو بنقول؟ هلا بدي اسبح انا شوي بالمسبح. اشو اخر الفيديو بنقول؟ بدي اسبح انا شوي باول. خلص رح يخلص الفيديو. اشو اخر الفيديو بنقول؟ لك بابا. خلص الفيديو. لك لا ما بدكم، بس قد اي اه لك بعدين فيديو تاني. هلا قولي شو اخر فيديو. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. انت ايش تقول اخر فيديو؟ لا نوصل على فيديو لحن. لا في انا غطت وشي. يلا هيدو هيدو.